السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم حسن علي، والنهاردة ريفيو جديدة لساعة من أحب الساعات اللي عندي ومن أوائل الساعات اللي أنا اشتريتها، من الساعات اللي أنا ابتديت بيها هواية الساعات الأوتوماتيك أو هواية الساعات عموما يعني. والساعة دي هي الأورينت ميكو البلاك إديشن، والساعة دي تعتبر من أشهر الساعات الانتري ليفل اللي بيبتدي بيها عشاق الساعات أو محبين الساعات. محبين الساعات الأوتوماتيك عادة لما بيبتدوا بساعات بيبتدوا بالسيكو أو الأورينت، وأنا كان حظي إن أنا ابتديت بالساعات الأورينت وعندي منها كذا ساعة. ساعات الأورينت ساعات جميلة جدا، بتقدم قيمة مقابل سعر عالية جدا، وشركة أورينت شركة ياباني بتصنع ساعاتها بنفسها، والموفمنتس اللي جواها برضو بتصنعها لنفسها، فتعتبر شركة متكاملة، شركة قوية جدا وممتازة جدا، وبتوزع كميات ساعات رهيبة على مستوى العالم. والساعة دي تعتبر من الساعات الأشهر عندهم، ساعة الأورينت ميكو. هم عندهم لاينات تانية كمان زي الستار فيش وزي البامبينو. الساعات دي أو اللاينات ديت لاينات شهيرة جدا تحت ساعة أورينت، وعندهم الفلاج شيب لاين بتاعهم اسمه الأورينت ستار. والساعة اللي معانا النهاردة هي الأورينت ميكو النسخة الصغيرة، في نسخة أكبر اسمها الميكو XL، بس دي نسخة الميكو العادية، ودي كمان نسخة الميكو القديمة، نزل بعد النسخة ديت نسخة تانية اسمها الميكو 2. والساعة دي في من الدايل بتاعها كذا لون، في اللون الأسود وفي اللون الأزرق وفي البيزل البيبسي اللي هو بيبقى لونين أزرق وأحمر، عشان كده سموه البيبسي بيزل. والساعة دي تعتبر من ساعات الغطس، وساعة محترمة جدا 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 في موضوع انها بتستحمل المية زي ما مكتوب على الدايل بتاعها 200 متر، لان انا غطست بالساعة دي وغطست بساعات الأورينت التانية اللي معمولة للغطس اللي عندي، فساعة تحترم جدا، الكواليتي بتاعتها ممتازة جدا وعالية جدا، وكقيمة مقابل سعر او الاداء اللي بتقدمه مقابل السعر بتاعها يعتبر ممتاز جدا جدا جدا، ساعة محترمة جدا بيحترمها كل عشاق الساعات على مستوى العالم. بالنسبة لأبعاد الساعة دي، فالديامتر بتاعها 41 ملي ونص، واللوج ويتس بتاعها 22 ملي، والمسافة بين اللجز 48 ملي. أما بالنسبة للثيكنس بتاعها أو السمك بتاعها فهو 13 ملي، فأبعاد الساعة دي تعتبر ممتازة جدا، تليق على الريست الكبير وعلى الريست الصغير، يعني هي مع أن أحجامها أصغر بكتير من ساعات الغطس التانية اللي عندي، إلا أنها ممتازة جدا على الريست اللي عندي، وحضورها على إيدي مميز وكويس جدا، ما تعتبرش ساعة صغيرة، بالعكس ده فيه كمان بالنسبة لبعض الناس ممكن تعتبر ساعة كبيرة لأن الدامتر بتاعها 41 ملي ونص، ولكن أنا بالنسبة لي تعتبر مقاس ممتاز جدا. وبالنسبة للووتر ريزيستنس فهي بتستحمل ضغط مية 200 متر، وبالنسبة للباور ريزيرف هو 40 ساعة، وبالنسبة للموفمنت اللي جواها فهي أورينت 460-943، وللأسف الموفمنت دي ما فيهاش هاكينج أو هاند وايندينج، والموفمنت دي تتحرك ب 3 هرتز في الثانية، بمعنى أنه عقرب الثانية بيتحرك 6 دقائق في الثانية الواحدة، ولكن الموفمنت دي ريلايبل جدا وممكن تعيش مدة طويلة جدا. وزي ما قلت لكم ان انا ابتديت هواية الساعات بساعات أورينت، فالساعة دي وساعات تانية كمان عندي من شركة أورينت من مدة طويلة وشغالين بكفاءة عالية، وحتى لو حصل اي مشكلة في ساعات أورينت فالناس اللي بيعملوا لها صيانة متوفرين في مصر وموجودين، وبالتالي تقدر تكون مطمن لما تشتري ساعة من شركة أورينت هتلاقي لها حد يقدر يعمل لها صيانة سواء في مصر او في الوطن العربي. تاني حاجة حابب اتكلم عنها في الساعة دي وهي الدايل بتاع الساعة دي. الدايل بتاع الساعة دي جميل جدا، لونه اسود بيلمع بطريقة جميلة جدا وماشي كويس جدا مع البيزل، يعني هو بصراحة شركة أورينت قدرت انها تعمل الدايل ماشي مع البيزل في اللون بشكل ممتاز جدا جدا. كمان الدايل متناسق جدا او نقدر نقول شكله جميل جدا مع الارقام اللي فيه طبعا ديت، والابلايد انديسز اللي فيه علامات الساعات يعني قصدي اللي فيه جميلة جدا شيك جدا. كمان شكل الهانس اللي بيسموها دي سورد هانس او زي السيف يعني، كمان العقرب الثواني بالعلامة الحمراء اللي فيه او التب الحمراء اللي فيه دي شكلها جميل جدا جدا بعلامات الدقايق اللي موجودة على سور الساعة من بره، شكل الساعة سبورتي قوي وجميل جدا. كمان شكل البيزل نفسه يعني جميل جدا ومتناسق كلاسي شوية، مع ان الساعة دي تعتبر ساعة سبورتي الا ان شكل البيزل يعتبر كلاسي. كمان كتابة أورينت والكتابة اللي تحت على الدايل جميلة جدا، كمان علامة أورينت أبلايد مش مرسومة على الدايل، لا دي يعني محطوطة على الدايل زي ما تكون معمولة من قطعة معدن وملزوقة
على الدايل. فالدايل شكله جميل جدا وشكل الساعة مميز جدا، متناسق جدا حجم الساعة بالنسبة لحجم البيزل، بالنسبة لشكل الدايل وحجمه، كمان بالإضافة لشكل الديت ويندو، اليوم والتاريخ، وكمان الويندو اللي عليهم أو الفريم اللي عليهم، شكله جميل جدا ومميز جدا. فالساعة دي تعتبر يعني من أجمل وأشيك الساعات اللي أنا لبستها، مع ان سعرها رخيص جدا، الا ان محطوط فيها كواليتي في الكيس يعني بتاعتها وفي تصنيعها، كواليتي عاليه جدا وجميله جدا، وزي ما قلت لكم انها من اشهر واكثر الساعات انتشارا بين الساعات الاوتوماتيك الانتري ليفل. كمان الدايل ده مميز باللون بتاعه، اللون في الساعه دي قوي جدا وممتاز جدا، بينور مدة طويله وبينور كويس جدا، بشوفه بالليل في الضلمه يعني ما ببقاش شاحن الساعه او مش شاحنها يعني باضاءه جامده، وبنام والساعة جنبي، ولما بصحى مثلا الفجر ببقى شايفها كويس برضو. بس طبعا اكيد يعني حسب تجربتي وخبرتي مع الساعة ديت، اللوم اللي فيها اضعف من اللوم اللي في الساعات السويسري التانية اللي عندي، ولكنه لوم كافي بقدر اشوفها كويس بالليل. كمان البيزل في الساعة دي جميل جدا، وفي لوم بيب كده في فوق في المثلث اللي فوق دوت، ودي من خواص طبعا ساعات الغطاسين، لازم تبقى معمولة بالستايل دوت وفيها البيزل دوت اللي بيساعدك انك تعرف يعني بقالك غطس قد ايه وفاضل لك وقت قد ايه. والبيزل هنا بس يعيبه حاجة واحدة، انه ناشف قوي، ولكن ميزة انه صعب جدا انه مفهوش باك بلاي خالص. كمان هنا حابب اتكلم عن الكيس والتفاصيل اللي فيها. الكيس بصراحة فيها تفاصيل جميلة جدا، يعني اللاجز بتاعتها شكلها جميل جدا، هي برشد من فوق ولكن بولشد كده من الجنب، والبولشنج بتاعها يعني كان يعني طبعا ده اول ما جبتها كان معمول جميل جدا، تحس ان الكواليتي بتاعت الكيس كويسة جدا. كمان فيها تفصيله الكراون دوت، والكراون دوت اضافته شركه اورينت عشان نعدل بيه اليوم بسرعه، والتفصيله دي مش موجوده في الجيل الجديد من الساعه ديت، لان هم اضافوا اليوم للموفمنت مباشره، فبقيت بتغير اليوم عن طريق الكراون الاولاني للساعه، ولكن لان ده الجيل الاول من الساعه ففي الكراون دوت، والكراون دوت بيتقفل بسكرو كراون عليه كده هوت، لازم تفكه لان زي ما قلنا انه دي ساعه غطس ولازم تبقى محميه كويس جدا ضد الميه، وهي فعلا بتستحمل 200 متر تحت الميه، وده بناء على الاختبارات اللي انا شفتها على الانترنت او الناس اللي اختبروها. فلما بنفتح الكراون ده كده وندوس كده هنلاقيها بتغير الديت، والديت هنا مكتوب بلغتين، بصراحه انا مش عارف ايه اللغه الثانيه ديت، وطبعا اللغه الاولى الانجليزي، وفي منها نسخه بتبقى بالعربي وبالانجليزي. ده بالنسبه للكراون الاول. اما بالنسبه للكراون الثاني فهو زيه زي اغلب طبعا الدايفنج ووتشز، بيبقى سكرو ان بيتفتح كده اهوت، بتفتحه كده، وفي البوزيشن الاول طبعا في الساعات الاغلى شويه بيبقى فيه وايندنج، ولكن الساعه دي ما فيهاش هاند وايندنج، ولما تفتح الكراون للاخر كده هتلاقي لسه عقرب الثواني بيتحرك، فبرضو الموفمنت دي زي ما قلت لكم ما فيهاش خاصيه الهاكينج ولا الهاند وايندنج. وفي البوزيشن الاول بنغير الديت، طبعا اليوم ما بيتغيرش غير بالكراون ده، ما بيتغيرش مع اليوم، بيتغير ممكن يتغير لما بغير الساعه، لو قلبت او عديت 24 ساعه اليوم ممكن يتغير مع طبعا الديت. ده بالنسبة للكيس، بصراحة الكيس معمولة كويس جدا، الكواليتي بتاعتها ممتازة، وده ظهر الكيس مكتوب عليه اورينت طبعا، والساعة دي صناعة ياباني بالكامل، الكيس والموفمنت اللي جواها، ودي حاجة ممتازة جدا تتفوق بيها طبعا الساعات الياباني. في ساعات تانية كتير جدا في ماركات تانية يعني في دول تانية بيصنعوا بس الكيس ويشتروا الموفمنت، لكن الميزه في الساعات الياباني ان كلها ان هاوس موفمنت، بمعنى ان هما بيصنعوا الكيس وبيصنعوا الموفمنت اللي جواها. كمان شكل الكيس دي جميل جدا جدا جدا، يعني بصراحه الكيس شيك وشكلها مميز، والكراون التاني دوت يعني مديها شخصيه شويه او مخليها شكلها مختلف شويه. كمان الحاجه اللي كنت عايز اتكلم عنها في الساعه دي وهي البريسلت. البريسلت عموما يعني يعتبر معقول، الكواليتي بتاعته يعني مش جامده قوي بصراحه، بريسلت عادي جدا، دي طبعا ساعه رخيصه والبريسلت بتاعها رخيص جدا، وده باين جدا في الكواليتي بتاعته، كمان باين من خلال الهولو اند لينكس، طبعا دي الاند لينكس، وانا كنت اتكلمت عن الموضوع ده قبل كده في الساعات السويسري، انه الساعات السويسري البريسلت بتاعها تبقى الاند لينك بتاعته سوليد اند لينك، انما هي دي الهولو اند لينك اللي انا كنت اتكلمت عنها قبل كده. اللينك دي بتخلي يعني ارتباط او ربط البريسلت بالكيس يعني ضعيف شويه، ولكن انا عموما ما واجهنيش منه مشاكل، عمر ما الساعه دي
يعني كنت متخيل انها ممكن تتخلع من ايدي. انا غطست قبل كده بالبريسلت دوت ويعني عادي جدا غطست بيه كذا مره كمان، ولكن انا علشان برضو اغير من شكل الكيس شويه فجبت لها الاستراب النيتو دوت. ده استراب نايلون، والستايل ده من الاسترابس بيسموه النيتو ستراب. وانا ان شاء الله حابب اشرح انواع الاسترابس والبريسلت بعد كده في حلقه تانية، بس عموما مبدئيا يعني ده الاستراب ده اسمه النيتو ستراب وبيبقى معمول من النايلون، وانا جبته بصراحه لانه يعني لذيذ على الساعه ديت، قلت اجربه عليها، فمخلي شكل الساعه متغير شويه. وانا برضو غطست بالستراب دوت، استراب جميل ولذيذ ومخلي شكل الساعه مختلف شويه. كمان حابب اقول هنا عن الكيس ديت انه الازاز اللي عليها ازاز عادي بيسموه مينرال كريستال، وعيب المينرال كريستال انه بيتخربش، ولكن في ميزه برضو انك ممكن عن طريق بولش معين تمسح الخدوش اللي عليه، ولكن لو اتخدش بحاجه حاده جامد الخدش لو علم جامد مش هتقدر تمسحه، فده عيب المينرال كريستال، وده الكريستال اللي موجود في كل الساعات الاوتوماتيك الانتري ليفل. اما بالنسبه للريست شوت للساعه ديت، وطبعا انا هعمل ريست شوت على الاستراب دوت مش على البريستيت الاصلي بتاعها، وده ريست شوت للساعه وشكلها على ايدي بالنيتو ستراب. النيتو ستراب مخلي شكلها يعني مميز ومختلف شويه. فزي ما قلت لكم الساعه ديت الكواليتي بتاعتها كويسه جدا، ممتازه جدا، ريلايبل جدا، ساعه انتري ليفل للناس اللي حابه او عايزه تبتدي او تجرب ساعات اوتوماتيك. ساعة ريلايبل، صيانتها متوفرة في مصر وفي الوطن العربي، ساعة مشهورة جدا وسمعتها كويسة جدا بين محبي الساعات، وكمان الساعة ياباني والموفمنت بتاعتها ان هاوس موفمنت، صناعة شركتها اورينت، وكمان بتستحمل ضغط مية جامد جدا وتقدر تغطس بيها، فتعتبر ساعة من الساعات الكويسة جدا في الساعات الاوتوماتيك. وفي الاخر اتمنى الريفيو لساعة الاورينت ميكو الجيل الاول منها يكون عجبكم، وأتمنى تكون الساعة عجبتكم، وأشوفكم إن شاء الله في حلقات جاية، والسلام عليكم.